استاذ علاء حمام، سلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. هروح لموضوع كهربا دلوقتي مع علاء حمام. اول واحد قال الغرامه 250 الف دولار، لو جت 250 300 500، علاء قال من 250 ل 300. برضه نفس الوضع، اتكلم علاء حمام واتكلمت انا وانفردت، وعن طريق كهربا ان كهربا رفع قضيه وارفق تسجيلات باهانته، وان هو عنده شقين، انه كهربا غير معترف بالعقد والاهانه والاضطهاد والتجاوز في حقه وحق اهله وحق مطلقته، وارفق كل السب والشتم اللي كان في التلفزيونات، وارفق كل حاجه. فالموضوع متشابك ما بين غرامه على كهربا وارد، ما بين غرامه على الزمالك وارده، رئيس نادي الزمالك وارد، الايقافات لحد وارد، ولكن الاهلي ليس طرف، وده اللي انفردنا بيه نهائيا. وفي نفس الوقت ما يقال مجرد اجتهادات، ما يقال مجرد اجتهادات. على مسؤوليتي تواصلنا مع محمود عبد المنعم كهربا، واكد انه لا يوجد اي معلومات عما يقال، ولا يوجد لدى الفيفا شيء اسمه تسريبات، كله بيتوقع، واحنا كنا اول ناس اصحاب التوقعات. تفضل لو ليك راي في موضوع كهربا يا استاذ علاء. هو الناس كلها عارفة، واحنا انفردنا وقلنا ان العقوبة بتاع الكهرباء هتخرج خلال منتصف شهر يوليو، شهر 7، واحنا دلوقتي في شهر 7، فطبعا هتتوقع تكهنات وتوقعات خلال الايام المقبلة في مسألة محمود عبد المنعم كهرباء. احنا كنا اول ناس اتكلمنا وعرضنا ملف محمود عبد المنعم كهرباء بحيادية وباحترام، وخدنا رأي الخبراء في مصر وفي الوطن العربي، وعرفنا معلومات، وتواصلنا مع محامي كهربا، وتواصلنا مع كهربا، وتواصلنا مع وكيل كهربا، ومع ناس قريبين كمان من كهربا، اصدقائه واهله، وعرفنا الملف فين رايح فين وجاي منين. كمان جات لنا معلومات من داخل نادي الزمالك، وعرفنا ان الزمالك امتى اشتكى كهربا، وامتى بدا يحرك الدعوه، وايه المستندات اللي ارسلها. يعني بفضل الله كان كل المعلومات من مصادرها عندنا، وكلها معلومات سليمه وكلها معلومات صحيحه. احنا قلنا ان الاهلي ليس طرف، قلنا ان محمود عبد المنعم كهربا كل كلام رئيس نادي الزمالك هاوي، استهلاك اعلامي، كلام في الاونطه، هبطلك كره يا كهربا، مش هتلعب تاني يا كهربا، 5 مليون دولار غرامه، هسيبك مش عارف هعمل فيك ايه يا كهربا، كله طبعا في الاونطه. كهربا لبطل كوره، كهربا راح لعب في البرتغال، ما عجبوش البرتغال، جه لعب في النادي الاهلي، عنده عرض من السعوديه، يعني راجل بالصلاه على النبي شغال، لبطل كوره زي ما انت قعدت تقول وقعدت تنفخ عروقك وتشد في نفسك او في الفضائيات وهبطلك كوره، لا ده كهربا بيتالق وسجل اهداف كمان مع النادي الاهلي لو انت بتتفرج على الدوري المصري اللي هيتم استئنافه يوم 7 اغسطس. مساله 5 مليون دولار وغرامه مش عارفه ايه والارقام اللي كان طبعا بيقولها، ده كله من وحي خياله. ارض الواقع عكس الكلام ده خالص، القوانين واللوائح عكس تصريحات رئيس النادي اللي كان ساعتها بيوهم جماهير الزمالك ان هو هياخد حقه ثالث وثالث من كهربا ومش هيسيب حقه والكلام اللي كان بيقوله. لا، القوانين واللوائح بعيدا عن الامنيات والرغبه، انت عندك رغبه وامنيات دي حاجه، لكن القوانين واللوائح بتقول حاجه ثانيه خالص. القوانين واللوائح بتقول ان محمود عبد المنعم كهربا فسخ تعاقده من طرف واحد، الراجل اعترف بكده. طب ليه؟ ايوه، بسبب عدم حصولي على مستحقات الماليه، بسبب ان العقد المتقدم من قبل الزمالك ده عقد قديم مش عقد جديد، النادي تاخر في توثيقه. المهم الراجل قدم مستنداته. طيب ايه المستند القوي اللي خلى موقف محمود عبد المنعم كهربا قوي جدا في اتحاد دولي لكره القدم الفيفا؟ هو البند المهم جدا التاخر في الحصول على المستحقات الماليه، تمام. ثم بند اخر هو التعرض للاضطهاد، تمام. ونجح محمود عبد المنعم كهربا انه يثبت ده عن طريق المداخلات العنتريه اللي كان بيعملها رئيس الزمالك، واللي كان بيتوعد فيها اللاعب، وكان فاكر نفسه ان هو ابو علي وهيقدر يعمل ويسوي. الكلام ده ما بيمشيش بالفيفا. الفيفا لا تعترف الا بلوائحها وبقوانينها. فطبعا محمود عبد المنعم كهربا نجح ان هو يثبت بند الاضطهاد عن طريق اخبار مكتوبه في مواقع موثوق فيها،
مواقع مصريه مسجله في المجلس الاعلى للصحافه، صحف مسجله في المجلس الاعلى للصحافه، صحف تابعه لنقابه الصحفيين المصريه، مواقع تابعه لنقابه الصحفيين المصريه، مداخلات في القنوات الفضائيه لرئيس النادي، فيها اضطهاد للاعب، سوء المعامله، حاجات كتير جدا جدا. نجح كهربا ان هو يتفوق على رئيس الزمالك ويديله درس في اللوائح والقوانين داخل الفيفا. بالاضافه الى الفيديو محمود عماد كهربا ملفه معروف، بالاضافه الى فيديو كل خبراء اللوائح في مصر والوطن العربي بيرفضوا يعملوا مداخلات علشان ما يطلعش حد يتطاول عليهم ويهاجمهم ويلسن عليهم، لكن كان كلامهم واضح، اللاعب موقفه قوي، اللاعب هو المنتصر، اللاعب قدم ادله قويه، اللاعب انتصر في المعركه، اللاعب تفوق على رئيس الزمالك في المعركه، رئيس الزمالك مش هيقدر يوقف كهربا، رئيس الزمالك لن يحصل من كهربا الا على عقوبه ماليه متوسطه من 250 ل 300 الف دولار، كهربا هيكمل عادي مشواره مع كره القدم، كهربا قدامه سنين في الملاعب مش هيبطل كوره، كان كلامهم واضح. طبعا لما جه كهربا بقى وضرب كرسي في الكلوب وراح مدي درس عنيف لرئيس الزمالك لما وداه لجنه الاخلاق والقيم. طبعا لما وداه لجنه الاخلاق والقيم وحمد النقاز وداه لجنه الاخلاق والقيم وحضرتك انفردت وقلت كابتن محمود الخطيب وداه لجنه الاخلاق والقيم، فطبعا ده كان درس عنيف من كهربا لرئيس الزمالك. اعتقد طبعا هيخرج عقوبه من لجنه الاخلاق والقيم ضد رئيس الزمالك، لان الثلاثه اللي متقدمين بشكاوى للجنه الاخلاق والقيم اطفقوا المستندات اللي تثبت ان رئيس الزمالك تحدث عنهم بطرق ضائقه وما انتهكش السلوك الرياضي وهو رئيس نادي رياضي. ده ببساطه كده موضوع محمود عبد المنعم كهربا. مسألة الزمالك عمال يتكلم في العقد، العقد سليم ماشي يا عم انا موافقك العقد سليم، طب وليه ما اديتش اللاعب مستحقاته الماليه في مواعيدها؟ وليه اضطهدت اللاعب واساءت ليه في الفضائيات؟ وليه ساعدت الاعتداء على اللاعب داخل الملعب؟ ده دي لوحدها جريمه بالفيفا بعيدا عن الفيلم اللي احنا بنتكلم ده كله. وقعت محاوله الاعتداء على لاعب اثناء التدريب دي كارثه في الفيفا، دي كارثه لوحديها كده، وتم دي كده موضوع لوحديه كده. وطبعا الناس كلها كره تبعات المشهد ده لما كابتن محمود عبد المنعم كهربا حضر كاتب كتاب ابنه اللواء احمد سليمان، رئيس النادي قال له داخل معاك مشاكل انا ماليش علاقه، المهم رئيس النادي اتفعل عليه وطبعا قال ساعتها بوصه شهيره هاتهولي اعبطه في المكتب او امده على رجلي في المكتب. طبعا ده كلام ما يتقالش في ملاعب، ده كلام اتقال في حضانه، تمام تمام، في ملعب. فطبعا دي واقعه لوحدها كده ادانه واضحه وصريحه لرئيس الزمالك، دي بعيدا عن بقيه الملف اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يبقى طبعا انا وغيري من الزملاء الصحفيين كلنا اجتهدنا، لكن احنا الحمد لله يعني اجتهدنا اكتر كده زي ما بيقولوا. هي كلها الشهر ده هتخرج عقوبه محمود عبد المنعم كهربا رسميا من الفيفا، والناس كلها هتطلع عليها وهتقراها وهتعرف حيثيات الحكم، وبعديها لجنه الاخلاق والقيم هي بتغيب شويه في الاحكام. يعني الناس اللي ممكن تسالنا على طب احكام لجنه الاخلاق والقيم بنقول لكم هي بتغيب شويه في المساله لان تحقيقاتها بتغيب. طيب تمام، المشكله ان تحقيقاتها بتغيب. طيب لكن أوكي. هيجي يوم وهتخرج. طيب قعدت يوم، قعدت اتنين، قعدت شهر، قعدت ثلاثه، هتخرج الاحكام. هتروح فين؟ طول ما في شكاوى هتخرج الاحكام. طيب خلينا بس نؤكد على حاجه، يبقى اذا احنا في قدام ثلاث اجزاء، حق الزمالك اللي بيقول ان عقده سليم وده ربما يتسبب في عقوبه لكهرباء أو لا يتسبب في عقوبة لكهرباء على رؤية المسؤولين في الفيزا، وفي نفس الوقت رؤية المسؤولين في الفيزا بتعتمد على أوراق، يبقى الزمالك رافع على صحة العقد. لأن صحة العقد بالنسبة للزمالك يتبني عليها، اللاعب مش من حقه يمشي، إزاي سافر بره، اللي راح البرتغال، وإزاي جه الأهلي، وما بني على باطل يترتب عليه كله باطل. ده موقف الزمالك بس ما رافعش غير على دي. محمود عبد المنعم كهرباء رافع على بؤمان العقد وعلى عدم اخذ المستحقات وعلى الاضطهاد. الاضطهاد في لجنه القيم. الطعن على صحه عقد الزمالك بانه بيقول العقد باطل. يبقى طاعن على اصل الطعن بتاع الزمالك. كمان بيقول انه تخطى حاجز الثلاث اربع شهور لم يحصل على مستحقاته. فحتى لو حكموا ان ورقه ضعيف في تصحيح العقد سيحكموا بالفسخ في عدم الحصول على المستحقات. حصل تواصل مع انيس بن ميم، حصل تواصل مع انيس بن ميم، حصل تواصل ما بين كهربا والنقاز، حصل تواصل ما بين كهربا والنقاز. في حاجه جت الاتحاد المصري لكره القدم ان يوم السبت
بالنهارده لحد امس السبت مفيش اي ورق جاتحاد الكوره في اي عقوبه تم توقيعها، مفيش اي عقوبه رسميه. في عقوبات هتتوقع اكيد، في عقوبه على رئيس نادي الزمالك وارد بنسبه لا تقل عن 60%، في عقوبه على كهرباء وارد بنسبه لا تزيد عن 40%، في غرامات على الطرفين وارد بنسبه لا تقل عن 70%. كهرباء رايه ايه في الموضوع؟ عن طريق احد الاصدقاء المقربين بعد ما انهى التمرين النهارده تواصلنا معاه واتصل بمحاميه واكد انه لم يخرج اي شيء من الاتحاد الدولي. وخلي بالكم، عايز اقول لكم على حاجه، الاتحاد الدولي سبت وحد اجازه، لم يخرج اي شيء ولم يرسل اي شيء على الايميلات. ان كان هناك شيء في هذا الملف فسيكون يوم الاثنين او على مدار شهر 7، فمحدش يستعجل. طيب الدنيا رايحه لفين؟ الكل يترقب ويتوقع ليس الا، ولكن ما تنسوش لن يخرج الامر عن هؤلاء الثلاثه.